بيبقى عندك عزومة مهمة قوي وبتنزل تشتري الأكل علشان خاطر تجهز الأكل للعزومة، وبتنزل تشتري أكل غالي بفلوس كتير، وبتطلع تفتح قنوات الطبخ وتبتدي تشوف المقادير بتتعمل إزاي والطريقة إزاي، وتبتدي تقف في المطبخ وتقطع وتعمل وتبتدي تجهز عشان خاطر تطبخ الأكل ده، وتيجي في آخر حتة بعد ما جهزت كل حاجة تلاقي نفسك نسيت الملح أو طلعت الأكل نص سوا، فالأكل في الآخر يتحط قدام الناس ما يتاكلش ويترمي. اسعد الله صباحكم بكل خير، صباح جديد، صباح سعيد، صباح الامل والتفاؤل اللي بيتجدد جوانا كل يوم مع اشراقه شمس يوم جديده. هو ده حال ناس كتير قوي، حال ناس كتير قوي بتبقى نفسها ان هي تخس رقم معين، رقم هم حددوه عشان خاطر بناء ان هو كان مثلا لما وصل مثلا 75 كان شكله حلو وهو دلوقتي 95، يخس 18 كيلو ويجي في اخر 2 كيلو يقول لك انا زهقت، انا بص انا كده جسمي كويس بس انا ايه هاكل كده شويه براحتي وبعد كده ايه ارجع تاني للدايت. تلاقيه الاتنين بقوا 5 بقوا 10 بقى راجع تاني 20 وممكن يزيد عليهم كمان 5 او 10 كيلو، ويجي يقول لك انا مش قادر ان انا الصراحه اوقف اكل. انت عارف عملت ايه؟ اصل هو الجسم ده لازم ان انت اللي هو ايه تاخد الموضوع حته واحده لقطة واحدة معاه، ما ينفعش ان انت تنبهه ان انت هتخليه يفقد من مخزون الدهون بتاعته، لان زي ما نبهنا قبل كده ان الجسم يميل الى التخزين ويكره ان هو يتخلص من الدهون، هي دي طبيعة الجسم وطبيعة الجسم البشري، عشان كده ربنا خلق فيه هي دي خاصية البقاء ان هو بيحافظ عليه. فهو ده اللي هو هيعمله معاك، اللي هو حضرتك دلوقتي هو طول عمره عمال يخزن، فانت اول مره تاخده بقى في رحله ان انت بتظبط له وبتنزل له دهونه، فهو طوعك ومشي معاك وابتدى يخلص دهونه، رحت انت جاي تاني تفكره ان هو يخزن، هيقعد بقى يخزن يخزن يخزن، وطبعا بقى ايه انت كنت حارمه من بعض الحاجات وابتديت بقى تديها له تاني، فاللي هو ايه فرحان عمال يشيل، ما انت بتاكل فخلاص هو بقى انت ايه فتحت له المجال تاني ان هو يخزن، فتلاقي نفسك عمال تزيد 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 ومبقاش عندك القدرة ان انت تخس تاني. ناس كتير بتعاني من المشكلة دي، طب احلها ازاي؟ ان انت ترجع تلتزم تاني اسبوع اتنين هتلاقي الموضوع ظبط معاك تاني. طيب عشان ما تعرضش للمشكلة دي خد الموضوع حتة واحدة لقطة واحدة، طب انا عندي 2 كيلو زيادة ما ينفعش، طب انا زي ثبت بقى ساعتها، ساعتها اقف على التثبيت، خد نظام التثبيت وابدأ عليه. طبعا احنا عندنا صفحة اسمها المثبتون بعد الرجيم، تمام، عليها نظام التثبيت وعليها الناس بتتابع ما بعد التثبيت واللايف سايت بتاعك هيبقى عامل ازاي. فانت حضرتك اول ما تلاقي نفسك حضرتك زهقت ثبت، مش معنى ان انت ثبتت يعني انت ما ينفعش تنزل تاني، لا انا بعد ما ثبتت لقيت نفسي اصلا جسمي بيظبط تاني وبينزل، نزل 10 كيلو هو عايز يظبط نفسه، كان عنده شويه هنا دهن حبه وشويه هنا دهن حبه، ابتدى يظبط نفسه، ابتدى يبقى متناسق، ينسق لك جسمك بقى وايه الفينش من الاخر. زي انت دلوقتي بتبني عمارة خلاص وبنيت العمارة كلها وجيت على ان انت عايز تشطبها فلوسك خلصت، هتعمل ايه؟ اهد العمارة تاني ولما يبقى معايا فلوس بعدين ابتدي ابنيها، ولا انا اقول لا استوب بقى لغاية كده اقفل يا عم عليها بالباب الحديد وبعد كده ايه شوية وهرجع اعملها شوية هبتدي اشتغل في الفينيش بتاعها. هو ده بالظبط اللي انا عايزك تعمله، ان انت تثبت على كده، احنا عايزين نسافر كده يا معلم بعد كده ايه نبتدي نكمل بعدين، لكن ان انا اقعد اخرب الدايت وابوظ واعمل ومش عارف ايه وبتاع والكلام من ده، هتلاقي نفسك الجسم مش هيديلك فرصه تاني لانه فاهمك خلاص وعرفك، فهيبقى هيبقى تعب عليك جدا ان انت تفهمه تاني ان انت عايز تخس، وهتلاقي المعدل بتاعك بيقل في النزول كل مره بتعمل دايت وترجع تبوظ، تعمل دايت وترجع تبوظ، المعدل بيقل. الجسم فهمك وعرف ان انت النهارده تعمل ده، الجسم اصلا ممكن يقول لك على فكره انت مثلا تكون مثلا النهارده هتبدا اسبوع ثالث يقول لك لا على فكره انت المفروض الاسبوع الرابع اللي هو فيه زبادي الصبح مش فاكهه، هو الجسم اللي هيقول لك من كتر خلاص ما هو حافظه خلاص. فعشان كده انا نصيحتي ليك خد موضوع التخسيس حته واحده لقطه واحده، طالما انت ماشي على نظام غذائي صحي والله ما هتتعب، وهتلاقي نفسك بالعكس هتبقى نشيط وعندك حيوية اكثر مما قبل.
زمان كنت بتاكل مبسوط بالاكل، تحط تكتم تلاقي نفسك قاعد عامل كده. دلوقتي بتاكل وتلاقي نفسك عايز تخرج، عايز تتحرك، عايز تنطلق من الاخر. عشان كده نصيحتي ليك تاني النهارده، خد الموضوع لقطه واحده، شوط واحد، اوعى تقف في نص السكه. ولو تعبت وقفت في نص السكه ثبت، وبعد شويه لما ترجع عايز تكمل دايت ارجع تاني على الدايت وابدا تاني من جديد. اسعد الله صباحكم بكل خير. ما تنساش لو انت شايف المحتوى مهم تضغط شير وتكتب صباح الفل عليكم، وتكتب هل انت تعرضت لموقف من هذه المواقف من قبل، وممكن تكتب لنا ممكن نتكلم ايه في موضوع بكره ان شاء الله باذن الله في رساله بكره، علشان خاطر لو شفنا موضوع مهم انت بتكتبه بشكل مفصل شويه انت اسمك هينزل، ان انت اللي عملت اعداد لهذه الحلقه او الحلقه اللي هتنزل باسمك ان شاء الله باذن الله. ده نوع من التشجيع ليكم، حاولوا تبدعوا او تبدعوا علشان خاطر احنا المحتوى بتاع الصفحه ده كله انت اللي عملته، كل واحد فيكم كان مشارك فيه. يلا صباح الفل عليكم، واتمنى لكم حياه سعيده ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.